يقول: أحد الناس وضع وقفا، وهو تفسير الطبري، وضع في المسجد وهو يصلي في المسجد، وهو الآن له في المسجد أكثر من 10 سنوات يصلي في هذا المسجد، ولم أرى أحدا استفاد منه ثم قام بإهدائه، علما أنه هو الذي وضعه في المسجد. فما في مانع لصاحب الوقف، طالما هو صاحب الوقف له أن يجعله لمن يحتاجه، له أن ينقله. صاحب المال هنا وصاحب الوقف هو اللي شاله وأعطاك الكتاب، ما في مانع، لأنه هو رأى المصلحة فيك، رأك طالب علم وتستفيد من هذا الكتاب فأعطاك إياه، لكن ليس لغيره أن يتصرف فيه لا بقنية ولا بنقلة إلا أن ينقله إلى مكان آخر بعد أن يستأذن من ناظر الوقف، لا أن يقتنيه لمن؟ لنفسه، إلا أن يأتي صاحب الوقف فيغير الوقف منك إلى وقف آخر، لكن ليس له أن يلغي ماذا؟ أن يلغي الوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.